شوفوا راه معانا عايش معانا كيكري باراسولات معانا هنا في البحر، راه عايش معانا هنا في البحر. واش بزاف بزاف العمله وبزاف باش تقتل الناس، الله يستر اشنا هو هادشي فين غتزيد. الور ملينا التونسي شافهم كيدفنوا في الدري قتلوه جا هو، خلى الرساله عند مرتو. ما كيبانش شي واحد اللي غادي يقتل ولا غايدير شي حاجه ولا هادي، ما كتبان عليه حتى شي حاجه. ولكن بشار ولد حرام ومعاه ولد خالته، ولد خالته امينو، شوفوا تقول ما يدير والو وكنتحكموا في عباد الله. احنا الان متواجدين هنا بشاطئ دابومي، وهنا فين وقعوا ثلاث جرائم، راه تم القبض على الجاني، كاين اول ضحيه كاين مع التونسي، ولقاو دابا لقاو شي جوج جوتات، وعلى حسب الافاده ديال السكان هنا راه بانه كيتم الدفن ديالهم في الماء، راح تم اعاده تبتيل الجريمه. جينا بغينا ناخذ مجموعه من التصريحات مع السكان، ولكن كيف ما تلاو لينا بان الناس اللي سمعوا هذا الكلام كلشي الناس هربوا من هنا، كاين تخوفات كاع الناس خواو هذه المنطقه. المهم نشوفوا لكن شي سكينه هنايا نحاول. كتعرفيه؟ كنعرفوه يا كنعرفوه ولدي هنايا ساكن هنايا، ماشي هو ساكن قديم ولا يلا جا كنشوفوه راه معانا عايش معانا كيكري باراسولات معانا هنا في البحر، راه عايش معانا هنا في البحر. واش هو اللي قاعد يتنفس هنا ولا ما عمرو هذا ما كيدويش ما كيدويش، كتشوفيه راه ما كيدويش عادي الدري عادي، ما كيبانش شي واحد اللي غادي يقتل ولا غايدير شي حاجه ولا هادي، ما كتبان عليه حتى شي حاجه. وهاد الناس اللي قتل منين؟ من المنطقة ولا بعاد؟ لا واحد ولد جوج بنات فوسنا. سمعت هو كاين تونسي ياك؟ تونسي هو اللي حنا عندنا فيه الأخبار، هذا التونسي. صافي هو اللي عندنا فيه، ما عارفينهمش الآخرين. هذاك التونسي كتعرفه؟ تونسي جارنا هنايا في البحر من تحت هنايا. شحال من عام؟ ما كانش شي عداء معاه؟ لا هو ما نعرف ما كاين لا أعداء لا والو، لا لا، راجل كبير، الصلاة والدين ما كاين حتى شي حاجة، لا. ما هذا السيد. سميت هذه البلاصة علاش كيقولها؟ شاطئ الداهومي. قطع الدغومي. ايه. كنتم بعدها هاني الوقت. ودابا هاني دابا هاني، اه احنا هانيين، ولكن راه ولادنا ولاو في خطر، كون بقى دابا غيقتل لنا كاع ولادنا. آه. ما غيخليش لينا ولادنا. راجلي انا كيمشي يخدم، عنده كروسه كيديها ويمشي يخدم، وكون قتلوا في شي بلاصه ما غاني شكون غيجيب لي الخبر. حتى واحد، حتى غنلقاوه ميت ولا، لا ولينا خايفين حنا على راسنا دابا، ما كايناش كنقدروا ندخلوا لا وسط كابانوات ولا هذا، ولينا خايفين لا تكون عاشي هو شي حد قرب ولا شي حاجه. بالنسبه للسرقه ولا شي حاجه ما كاينش هنا، لا ماشي ما كايناش كتكون، ولكن ماشي دابا نيت حاليا تتشدوا، لا دابا ما كاين والو. السرقه راه اي كابانو راه غالبا فيه شي حاجه، راه كاينش ديال الاجرام القتل ولا شي، لا ما عمرو كان هنا في الدغوبي، ما عمرو كان. السرقه كتقدر كتكون، ولكن حتى القتيله راه لا اله الا الله ما كانتش هاد القتيله. هاد الناس هاد المجرم هذا جا هو مو هنا لهاد، كان تمو واخذ هذا مول الكابانو، وهذا مول الكابانو بيع الكابانو لشي ناس، دوش ايام ومات، الناس اللي شارينو بقاو فيه. عاود جات المراه قالت لي ما ودي راجلي ما بيعش الكابانو، جات خاتو ليهم مده عامين وطالعه بالعام الثالث، جات المراه سكنت فيه، الناس اللي شارينو عاود صوبوا شغلهم، مشاو دعوا للمحكمة، حكمت عليها المحكمة بواحد الشهر ديال الحبس و 10,000 ديال الخطية، 10,000 ديال الدرهم الخطية. الدري بقى هنايا هو ولد خالته بوحديهم، ناضوا ولاو كيشفروا كيفرقعوا الكابانو، تشفروا دخلوا ديك الشفارة دخلوها خزنوها ولاو يقتلوا في الناس. هذيك النهار السبت أنا عيطوا ليا شي ناس، أو دابا حدايا اللي هي دابا في الزيادة، ميتة واحد المرأة مرفوض عمي. مشينا مشيت نعزي اللي تلحد دخل عليه في الليل، طلع الراجل هو ومراته، مراته مسكينه مريضه، تكرفصوا عليه، تحموا عليه هما بجوج بالجناوه، قتلوه.
الغدا تعيطوا لي قلت على راه روينه روح طايحه. جيت كنصيب هذاك التونسي مسكين راجل ترانكيل ما يجي عنده حد ما عنده عائله بوحده هو ومراته دابا مريضه. ايوا ملي جاوا شدوا السجن خدموه بين دابا جريمات اخرين قاتل مدافن دابا في البحر وكتشوف فيه تقول درويش داخل ساكت وخارج ساكت ما طرا فيه الساس من راسه. واش اللي عطى الله هو هذا؟ دابا عاود ليا التفاصيل باش كتعرفوا مزيان اللي قتل. انا حتى باش نقول لك كيبان ليا باش نقول لك كيبان ليا واحد الدري ماشي هو صراحه حكم هذاك اللي جي سلكي ليا ولا هذه كيبان ليا. هذا الشكل اللي شنو؟ باش نقول لك كيشفر كيدير بزاف الحوايج كيشفر. كانوا كيديكلاريو به الناس انه كيشفر. كانوا كيديكلاريو به الناس كانوا بطبيعه الحال كيديكلاريو به الناس. واش نقول لك انا هذاك السيد كيبان ليا ماشي طبيب. هذا عبد الواحد اللي مات كتعرفو انت. حاسبه مرشبة الاخ اللي ماشي صديق ليا تقريبا. اختفى شحال ديال الوقت باش اختفى تقريبا؟ اختفى نهار 24 اكتوبر نهار 4 بالليل مشى من هنا. ما شكيتوش انتم راه يكون مكتوب؟ شكيناه كاع بالخير. داز الاربعاء الخميس الجمعه السبت هاود انا واحد اصدقاء ديالي هاودنا عند الدري مول الكابانو دقينا عليه سلم علينا السلام بحال ما كاينش حاجه هو راه مدفون الاخ ديالي والدريه اللي معاه الدريه لقاوها في الكابانو الداخل والاخ ديالي الدريه تاهي فين كتسكن؟ الدريه بنت محمدية باش يغطي على الجريمه ديالو ملي مشاو عندو الدراري قال لهم في الكاره جا عندي ومشى يحرق الدري مشيت عندو نهار السبت دقيت عليه سلمت عليه السلام السلام مشى يحرق هو راه قاتلو دخلنا للدار وسولتو على عبد الواحد في عبد الواحد جا عندك نهار الاربعاء راه شي ثلاث ايام دابا ما بان مو كتبكي عليه راه حال شي حاله خويا نوفل الموت قال لي خويا انوار راه بلاش عندي نهار الاربعاء في الصباح قال لي راه غادي نمشي لطنجه على اساس باش نحرق سيد باش غادي نعرفوه ما لقينا التليفون ديالو عند الدري اللي قاسم بورطابل ديالو لا عنده والسيد راه ميت والتليفون اش كيدير عندك حتى في الكابانو ديال الدري والدري ما كاين الور ملي ناض التونسي شافهم كيدفنوا في الدري قتلوه حتى هو خلى الرساله عند مرتو قال لي رانا شت فلان وفلان كيدفنوا بنادم ملي قتلوا التونسي مشات المراه عند الجندارم قالت لي المراه مازال عباد الله مدفونه تما هي وين مشاو رجال السلطه كيقلبوا راه لقاو مازال قول عالم الله شكون راه دافن نص بوزنيقه دابا انتم ملي عرفتوا التليفون عنده علمتوا وهاد الدري اللي قتل من قبل وهاد الدري هذا اللي مات مسكين وهاد الدري اللي قتل دري ويش اصاحبي ما يستاهلش اصاحبي زعما الدري ما راه اعلى وجوه ما عنده حتى حساب ما عندوش شي مو شي العلاقه اللي كتجمعوا بينه بينه وبين شنو هو بحال كلب ليا ولا شي حاجه صافي وملي كنشوفوا حنا هاد المجرم هنا في الدرب كنقول هذا ما كيدور هنا وكيتسارى تقول هذا كاع ميز سجاجة على بيضة ولكن بشر ود الحرام ومعاه ود خالته مينو تشوفو تقول ما يدير والو وكتقبو في عباد الله وتقول هذا ود خالته شدوه معاه مالو فين غادي يمشي راه فرشته من الروح ديال التونسي سبحان الله العظيم كون ما قتلوش التونسي العام الله هذا كنكون راه باقي يقتل حتى العام الجاي ومحال يبان حيت بالبول وقاتل السيد وجاي ديك السيمانه هنا يبارك كيشرب اش كتعني زعما كيشوف الجو كيشوف الاجواء كي دايره يعني بحال ما كاين وما كاين والو هذا يهودي دين هذا كون قبل يعطيو العداله يعطيو لينا حنا اش غنديروا لدين امو قبل العداله على داك يعيش معاك وسط الدرب والدرب كضحك لي ويضحك لك وكذا وهادي وهانيه جي عندي اخويا الكابانو في الكابانو كيقتلو كيدفن في الرمله وراه شكون شافو هاي ها الكابانو الله الرمله البشر راه فين داير شكون دافي ها الكابانو واش بعدا خصهم يحيدوهم شي داك الضاهم يخص يحيدوه الا ما حيدوش غيبقى هادشي ملي كاين هذا كاين وحدين اخرين
الدريه تاعي دابا عرفوها ايوا الدريه تاعي راه ماتت معاه حتى هي تليفونها وصاكها عنده عند المجري ديالها تعرف اش على الصاك ديالها والتليفون ديالها يلا وبالنسبه للجوجات اش قالوا لكم واش قطعوهم ولا دفنوا معاهم الجوجات راه باركين كيقلبوا على دراع ورجل ديال الدريه دي هذا بشار هذا بشار عنده كل شيء عنده الماتيريال بالبيت كل شيء جنا والسيوف الساموراي كذا المهم البركه في راسك ياك الابن ديالك شنو هو الاسم ديالو انت الاخ ديالك عبد الواحد الاسم ديالو هو المتوفى عبد الواحد عبد الواحد شحال العمر ديالو تقريبا شي 33 33 سنه 83 انا ما عرفتش شنو هذا الجهل اللي قتلو واش ولد الحومه عندكم هنا؟ ها؟ لا لا شي تعرف هو مو متخلي عليه ولا ما عندي شي مشاكل مع مو وكان عندي شي كابانه في البحر شاريه ولا كارياه والله اعلم ما عرفت ما عندناش معلومات حقيقيه يعني مو خرجات وقال عندي شي مشاكل شاف الحبس هو شد تما بلاصه طاع عساس كيقول عساس تي بروفيتي في هذاك الكابانو شي كري الدراري اللي بغى يريح ولا اللي بغى يخيم ولا اللي بغى يدير وكانت عنده شي علاقه قويه مع الاخ ديالك يعني مرافق ما عشيروش لا هو كيكري من عنده هو الكابانو ما كيبغي يمشي يريح في الكابانو كيأدي ليه الواجب ديالو تيريح تيدوز عنده نهار يومين كان كيجي عندكم هنا كان كيجي ما تيجيش عندنا المهم يدوز في الزنقه لا كيجي الحومه هنا كيدور هنا سمعت انا كيجي هنا كيعمر مع الدراري وعاودي كيفاش تما النهار الاول حنا السيد خويا الاخ ديالي كان كل مره في شهر شهرين 15 يوم تيمشي تيريح تما تيدوز يوم يومين كيأدي لي النصيب ديالو داكشي 150 درهم 250 درهم في الليله وداكشي تيريح يومين وتيعاود تيدوز ليله ولا يومين تيجي انت الوالده كان كيشوفك يوميا وخا يغبر ولا لا ما يمشي ما تيغبرش ما تيغبرش مباشر توصل كيقول لي غدا غادي نعاود نجي مشيت للبلاصه الفلانيه غدا غادي نجي غدا تيجي ما تيغيبش عليها ما كيغيبش لا تتعشاش لا ما تعشاو هما اونصومبل بجوج ما كان مرضي الكلمه بمعنى الكلمه البلياره كلشي بلي الله يجعل ربي يشوف لي حاله والله يعفو الاخ ديالي كان دريويش ومرضي الوالدين ما كيتفارقش مع امه كيبات معاها عايش معاها تقريبا هو اللي خدام على هذاك الشيء اللي كانت على شحال ديال الوقت باش ديكلاريتو حنا على مده 4 ايام حنا مشينا ديجا على الضحيه تغبر عليكم 4 ايام مع باش لا نهار والغد فالعشيه مشينا ليه مشينا ليه الكابانو دخلنا عليه هو واحد السيد فين مشى عند واحد كان عندك هو مع واحد الصديقه ديالو اش قال لكم؟ قال لي لا حقا راه بات معايا اليوم وبالليل سمعتهم تيهضروا الصديقه ديالو بالله غادي يمشيو نحرقوا في طنجه ما خدينا على محمل الجد قلنا السيد راه خوك نيت كان بغا يحرق ما كاينش ما عندوش هاد الخبار ديال الحريق في راسو ما وانت واخا قال لكم هاد الروايه هادي تقبلتوها لا وحنا السيد ديجا كيمشي عنده كيمشي ماشي مره ماشي جوج كيكري عنده ما مشوش قال لنا ودي راه هادشي سمعتهم حقا ناضوا الصباح قالوا غادي يمشيو لطنجه حنا دخلتنا شكوك بان هاد السيد ما يمكنش خويا ما دايرش طنجه في راسو ولا حاجه سمعت من الجيران ديالكم انا قلت لكم من بعد لقاو التليفون ديالو ياك لا ما لقيناش التليفون ديالو حتى ديال الاخ التليفون ديال الاخ ديالك حنا درنا ديكلاراسيون عند البوليس سمعنا بالله راه قاتل هو ديك شي تونسي اشنو غنديرو خصنا حتى الجندرم يكون في العين ديالهم حيت ماشي في المنطقه حضاريه في المنطقه قرويه درنا ديكلاراسيون عند الجندرم قلنا لهم اودي حكينا لهم على بالله راه الضحيه راه كان كاري عندك السيد وهذا السيد راه قاتل راه حاصل عندي لقيناه واخا منا هما مبرسطين مع التونسي الوقت كامل ديالو حنا تنسالو ليه هضرنا معاه تيقول لك اودي ما نقدر ندير معاك حتى شي حاجه تنكملوا مع القضيه ديال التونسي وقال داز نهار عاد باش دخلونا اشنو باش تجيب لاكارد شنو انت كتجيب انت السيد الاجراءات العاديه القانونيه عاد باش ورونا تعرفنا على التليفون ديالو عاد من بعد الغد عاد بداو في ما عرفتش انا والسيد اللي اعترف ولا هما اللي بداو خدمو لقاو عنده الهاتف ديال الاخ ديالو ديال الاخ ديالي عنده هو والهاتف ديال الصديقه ديالو حتى هي عنده ولك قتلهم في نهار واحد في نهار واحد في نهار واحد جوج قتلهم في نهار واحد ودابا لقاو الجود تاعك لقاو الجود تاع ناقصه باقا ما كاملاش الجود حنا تنطلبوا من السلطات
يتعاونوا معنا حتى هما يزيدوا يديروا مجهود اللي كما اللي داروا مع التونسي يديروا معنا حتى حنا. حنا راه مسلم باقي ما تسلمتوش باقي ما تسلمناش باقي ما تسلمناش حنا تنطالبوا يعاونونا يساعدونا حتى حنا كما ساعدوا التونسي وساعدوا هذاك يديروا معنا حتى حنا يزيدوا شويه ديال المجهود. حنا مقدرين الظروف ولكن حتى حنا راه خونا هذاك بغيناه حتى حنا يديروا حسابنا حتى هو يتدفن كامل ما بغيناش حنا ندفنوا ناقص. وشنو هي الرساله اللي بغيتي توجهها للوالدات والمسؤولين؟ الرساله اللي جيبوا لي ولدي حنا الرس نقصوا راه ناقص واش كملوا ندفنوا اليوم النص وخطره اخرى ثاني عاوتاني ندفنوا النص ياخذ فيه الحق. عندكم الضيف ومازال وحنا تنطلبوا من السلطه تعاوننا حتى حنا ودير تقدر ظروفنا حتى حنا راه الله يحسن العون ديالنا راه اخ ديالنا ضاع ديالنا والله ياخذ حق في الظالمين الله ياخذ حق في الظالمين حنا خلينا لي ربي هو ياخذ فيه الحق. انت الوالده كان عندك عزيز كان هو اللي معاونك عزيز علي ومعمر عليا ويدخل ويخرج عليا وما يبانش حتى في شي بلاصه لا ما بات معايا البلاصه اللي غادي ليها يقول لي يوم ما نعش ويديني النعاس نشوفه بعينيا النهار اللي بغى يمشي قال لي امي انا غادي عند صاحبي قال لك عاود قال لي قال لي غنبات عند صاحبي ايوا مشى الاربعه في العشيه مع مع الخمسه د العشيه مشى الاربعه ناجا الاربعه مشى والخميس ناجا والجمعه ناجا والسبت عاد مشينا قدرنا عليه عاد باش درنا ديك لاكس مشينا قدرنا الراجل قال لي ما لا حقه ما حقه مشى مشى لطنجه قلنا صافي مشى حرب كان حرب مشى حرب واش كان كيدير خدام شويه ولا كيكون ريباراسيون ديال البارابولات التلفازات داكشي كان كيعاونك بعدا شويه تيعاون ماديا مزيان هو اللي مهمل فيها انا جاب الفريه من البليكور كيعطيني 600 وياخذ 400 الله شهاد عليا جاب 2000 كياخذ 1000 ويعطيني 1000 يجيب الماكله من الحوانت يديرها تحت من الله ونقول لي نكون نعطي يقول لي امي وانا وديت تعشاي امي وانا وديت تاكلي ما عمرو هز لي العين ما عمرو دوى معايا ونهض عليا بالزربه ابدا ما يدوي ما يتكلم الله يرحمه هادشي راه حشومه وعار عار وحشومه احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.